افكره الشباب كيف يمكن ان احنا نحمي من يعني هذا السيل الجارف للمخدرات بالفن بالتعليم بالوعي بايه بالاعلام بكل الحاجات دي مع بعض يعني احنا عاوزين شباب واعي وعايزين شباب عنده امل في المستقبل وعن وعايزين شباب قادر على انه هو يقرر ويقول لا للغلط وبالتالي المساله بتبدا من سن صغيره جدا بناء الشخصيه الواثقه القويه ايضا تقديم الدعم المجتمعي الاسره المتماسكه والمجتمع المتفهم للتحديات اللي بتقابل الشباب فرص العمل وفرص لممارسه الرياضه وفرص لممارسه الهوايات اللي بتشغل الشباب ولكن ايضا ان يكون هناك اماكن للعلاج والحقيقه مصر قطعت شوط كبير في هذا المجال وفي يعني مهم جدا ان احنا زي ما بنشتغل على الحد من دخول المخدرات وتداولها والاتجار فيها بمواجهه العرض اننا نقلل من العرض ولكن ايضا الحد من الطلب مهم جدا والحد من الطلب هو ده برعايه الاسره لابنائها بدور المدرسه اللي بتتابع الابناء ويكون في علاقه ثقه بين المدرس والتلاميذ بدور الاعلام اللي بيوعي وبيرفع الوعي وبيقدم نماذج ايجابيه بدور الفن ودور الفن مهم جدا انا الحقيقه كنت برضو عايزه اوصل لهذه النقطه على سبيل التحديد الحريق بت... تكلمي يعني عنها لانها مهمه جدا جدا يعني حنصل الى مصر ونتكلم على دور الفن في المجتمع المصري وخاصه في تلك الامور اللي حضرتك اتكلمتي عنها دور المسرح ودور السينما ودور الفنون التشكيليه و شايفاه ازاي يعني هقول لحضرتك حاجه مثلا بالنسبه للفن التشكيلي مصر بتشهد نهضه كبيره في الفن التشكيلي والاقبال عليه والمعارض والجاليريز زادت والاقبال على الفن التشكيلي الحقيقه في وعي انا شايفاه زايد وشايفه عدد كبير من الفنانين الجداد والاسماء الجديده في اهتمام بالفن التشكيلي ولكن في نفس الوقت اكيد محتاجين انه يكون في حصص رسمي ويكون في توعيه وتربيه أيوة. للنشء تستكشف المواهب في استثمارات في مجال الرياضه ويمكن احنا في وزاره التضامن من كام سنه استعنا بمحمد صلاح لعمل اعلانات حول موضوع التوعيه بمخاطر المخدرات وكده في استثمار ايضا في انشطه شبابيه زي منتدى شباب العالم أنشطة بتحاول إن هي تستوعد. يبقى فيها حلقات نقاشية م. في موضوعات تهم الشباب شفنا برضو استثمار أكبر في المجالات اللي بتهم الشباب من إحنا شايفين النهاردة أنه يعني في محاولات لأنه يكون في تطوير لمراكز الشباب في مختلف المحافظات يكون في أنشطة إبداعية ولكن أنا بشوف أنه كله بيبدأ من المدرسة المدرسة مهم أن هي تدي فرصة للابناء والبنات لاكتشاف مواهبهم وممارسه هواياتهم وهكذا ولكن ده مش بس كفايه بس دي مهمه جدا حضرتك بتتكلمي عن نقطه في منتهى الاهميه في مدارسنا حاليا معظم مدارسنا ما فيهاش تلك الانشطه القديمه التي كانت في مجال الفنون بشكل خاص آه ما فيش مسرح مدرسي بنتكلم حضرتك بتتكلمي على اثر ذلك في الثقافه بشكل عام يعني المسرح في مصر السينما في مصر يعني لابد ان نتنبه الى انه في مدن ومحافظات لم يعد بها دور سينما ولم يعد بها دور مسرح. ده حقيقي. هو عموما السينما في العالم كله الاقبال قل عليها وحل محلها الـ 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 الوسائل التواصل الاجتماعي وما يعرض عليها، والحقيقه ده تحدي وميزه، وتحدي لان الشباب معرض لمؤثرات كثيره جدا جدا جدا. زمان واحنا صغيرين كان هي قناه واحده وبنتفرج عليها نشوف مسلسل واحد كل الناس بتتعرض لنفس المسلسل نفس مجموعه المنظومه القيم كانت تحت السيطره وده يمكن بيفكرني بمسلسل اتعمل في مصر من كام سنه واحنا كرمناه مسلسل كان اسمه تحت السيطره وكانت فنانه نيلي كريم بتتكلم فيه عن تداعيات الادمان وعلاج الادمان وقضيه الادمان واحنا صغيرين وبننشا كلنا فاكرين فيلم شاديه المراه المجهوله وكنا برضو الفن كان ليه دور في ان هو يلقي الضوء على قضايا مجتمعيه كبيره فطبعا في تحديات زي ما حضرتك قلتي عدم وجود سينمات ومسارح ولكن في بدائل من خلال المحتوى اللي على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيمثل فرصه وبيمثل تهديد في نفس الوقت. بس هل هي كافيه لعموم الناس؟ لا طبعا لا طبعا مش كافيه، طبعا درجه استخدام الانترنت في مصر مرتفعه جدا، الشباب والمواطنين بشكل عام في نسبه كبيره بيحملوا تليفونات محموله وبالتالي بيتعرضوا لرسائل كثيره منها السلبي ومنها الايجابي علشان كده اتصور انه مهم دايما يكون في محتوى توعوي ومحتوى بناء ومحتوى هادف بيهدف لبناء الانسان في الاعلام واعتقد ايضا نحن بحاجه الى انه الشاب الصغير من الممكن انه يتعود انه يروح مسرح ويشارك في العمل المسرحي او طبعاً. او يعني يتمنى انه يعمل فيلم سينمائي في يوم من الايام يعني اعتقد ان تلك الوسائل هي تبدو الان قديمه لكن هي مش هتنتهي من الدنيا. لا طبعا وسائل التعبير دي ودي بيستخدمها الشباب للتعبير عن نفسهم برضه ولاستكشاف مواهبهم ولاخراج كل يعني مكنونات نفسهم فطبعا بالتاكيد الفنون ليها دور كبير زي ما قلت لحضرتك هي عناصر كلها بتتكامل دور المدرسه، دور الاسره، دور الفن، دور الاعلام كلها ادوار بتتكامل لحمايه النشأ والشباب. طب مع وجود حضرتك في الخارج وطبعا لك اتصال ب يعني جموع شباب مصريين موجودين في فيينا او في يعني مدن اخرى اوروبيه وامريكا الى اخره. شايفاهم ازاي؟ يعني شايفه الشباب المصري في الخارج كيف؟ لا يعني بصي انا الحقيقه السنتين اللي فاتوا اللي انا فيهم خارج مصر كانت جائحه كورونا عنصر مهم جدا في عدم الاحتكاك المباشر بناس كتير لأنه كلنا بنشتغل من وراء شاشات الكمبيوترز وبنحضر اجتماعات باعداد محدده يعني مرتدين الماسكات وفي الكثير من الاثار السلبيه على التواصل ما بين الناس بشكل مباشر، التواصل من خلال الانترنت. ولكن انا عايزه اقول لحضرتك حاجه انه من زمان من وانا بدرس في الخارج بقى مش وانا بشتغل كان دايما الشباب الشباب المصري اللي بيدرس في الجامعات الامريكيه والاوروبيه في نماذج منه مشرفه جدا ونابهة جدا وملهمه جدا ومتفوقه جدا رغم كل الظروف ولكن دايما الشباب المصري انا مقتنعه انه موهوب جدا ويمكن احد الانشطه اللي عملناها في مؤتمر مكافحه الفساد ان احنا عملنا هاكاثون مسابقه لاختيار الابلكيشنز على الـ 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 الانترنت لإيجاد حلول لمكافحة الفساد واشترك فيها أكثر من 80 شاب ودخلوا في مسابقة وكان في كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر ومجموعات من الشباب المصري الحقيقة كان عندهم الكثير من الإبداع في اقتراح وسائل وبرامج وبرمجيات لمواجهة الفساد وللإبلاغ عن وقائع الفساد ولرصد حالات الفساد فده مجال مثلا ولكن معروف أن المصريين في سواء في الجامعات في الخارج أو حتى في الشركات الدولية لما بيوصلوا بيتلقوا التدريب المناسب وبتتحيهم الفرصة بالتاكيد في شباب مصري ناجح جدا جدا وفي اسامي يعني كبرت وتعلمت ووصلت وكلنا عارفينها